معه يعني بحدود. والله أنا مع ضد صداقة المرأة بالرجل، لأن بصراحة ما أؤمن إن في صداقة عمرها ما تصير صداقة بين المرأة والرجل. دام صداقة يعني صداقة مو بشيء عيب. أكيد ضد الصداقة، يعني ما هي تكون المفروض كل واحد يعني يكون في مجتمع الخاص يعني. لا ضد بصراحة، ما أيد، لأن مهما كان مش تؤدي في صداقة المرأة للرجل في نهايتها. صراحة أنا مع. ما في يعني فيها خراب بيوت إذا كان الرجل متزوج وإذا كان المرأة، راح يدخل فيها الشيطان، لا يخلو رجل وامرأة إلا الشيطان ثالثا. مو بشيء حرام، مو محرم، فيعني وإذا يعني أنظف علاقة بين علاقات كلها هي الصداقة. صداقة المرأة مع الرجل إذا كان في العمل وبينهم تبادل الاحترام فقط، مو معناته إن الصداقة بينهم أشياء، لا، في أنا جبت أشخاص تبادل يعني بينهم العمل صداقة فقط، لا غير، مثل أخو والأخت. يعني مو عندنا هاي الأشياء ولا متعارف عليها، بالعكس إذا يعني كان الحمو والموت فشلون بعد صداقة واحد غريب حق المرأة؟ معها بس يكون في حدود، يعني مثلا أوكي معاي في الدوام ولا معاي في الجامعة ولا أي مكان، بس يكون في حدود يعني ما نتعدى الحدود اللي لازم إحنا ما نطوفها يعني. لا معها في حدود يعني صراحة، يعني هي علاقة إنسانية تظل في النهاية، فأشوف إيه لا في إيجابيات في حالنا بعد ما يصير بينهم أشياء ممكن تسبب مشاكل بينهم أو نتنشر أشياء مزينة في المجتمع ضمن مجال نطاق الصداقة وما يخص الصداقة. يعني ما كثرة المشاكل وكثرة الأشياء الغريبة اللي قاعدين نشوفها إلا من هاي الأشياء اللي دخلت دخيلة يعني هذه الأشياء علينا إحنا في مجتمعنا. بالعكس يعني أنا ضد هذه الشيء.